صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم سنتحدث عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. اسمع إلى وصف الإمام الذهبي فيه لأجل أن تعرف منزلة هذا الصحابي الجليل. قال: الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري المكي، أحد العشرة المبشرين بالجنة والسابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدرا والحديبية، وأحد الستة من أهل الشورى الذي استخلفهم عمر. هذه اختصرت لك سيرة سعد بن أبي وقاص. طبعا في قصة إسلام سعد بن أبي وقاص قصة جميلة وبختصرها لكم. قال سعد: رأيت رؤيا في الليل أني أسير في ظلام، ورأيت أبا بكر وعلي بن أبي طالب أمامي، وزيد، نسيت منه زيد، لكن الثلاثة هؤلاء. يقول: فلما أصبحت الصباح فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو في أحد أودية مكة، فسألت قلت: من أنت؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: وما دينه؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام سعد بن أبي وقاص ونطق بالشهادتين. ويقول سعد عن نفسه: كنت ثلث الإسلام، وبقيت عدة أيام وأنا ثلث الإسلام رضي الله عنه. يذكرون على السير أنه كان قصيرا في هيئته، ومن أجمل ما يروى فيه أنه أول من رمى في الإسلام، وكان راميا رضي الله عنه، وقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية في رابغ، وقام وأتاهم المشركين وتصدى لهم سعد بن أبي وقاص ورماهم بنباله، وله قصيدة مشهورة في هذه الأبيات لا حاجة أن نذكرها الآن. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد: ارمي فداك أبي وأمي. فهو الوحيد اللي من الصحابة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي رضي الله عنه. وفي قصة أحد أيضا رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه السهام ويرمي المشركين، حتى أن أحد المشركين قد نضح على المسلمين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويرمي، فرمى سعد وأصاب هذا الرجل وسقط حتى انكشفت عورته، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فليرني من هو خاله، خال سعد. طبعا صلة القرابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمه من بني زهرة، وسعد بن أبي وقيص من بني زهرة. الجميل في قصة سعد في شيئين في حياته لا يمكن أن يتكلم أحد عن سيرة سعد بن أبي وقاص إلا يتكلم عن هالقضيتين هذه. القصة الأولى أنه كان مستجاب الدعوة، وفيه قصص كثيرة جدا، وأنا حضرت مجموعة قصص في قصة استجابة للدعوة، لكني سأنتقي واحدة منها فقط، وإلا هناك قصص مشهورة جدا. كان في أحد من أهل الكوفة يؤذي علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله ويدعو عليهم، وكان سعد يحذره من هذا الأمر ويقول: لا تدعو عليهم. فلما رآه يكرر الأمر ويدعو، فقام فصلى سعد رضي الله عنه ودعا. فيقول سعيد بن المسيب اللي روى القصة، والقصة في صحيح البخاري، قال: فأتى فإذا ببعير يأتي من أقصى السوق، ويأتي ويضربه هذا الرجل و يقع عليه حتى يموت. والقصة المشهورة اللي ذكرت في سعد لما شكاه أهل الكوفة على عمر بن الخطاب في قضية أن لا يعدل في السوية ولا يعدل بالرعية وكذا، ثم قال هذا الرجل: أفي هذا السجع؟ قال: اللهم من كان كاذبا فأطل عمره وعرضه للفتن. ويقول راوي الحديث: فرأينا هذا الرجل وقد نزلت حواجبه، ويتعرض للجواري في الأسواق، وإذا نوصح قال دعوة سعد وطال عمره فيه. طبعا وفي قصة أخرى في معركة القادسية أيضا في سعد، لما لم يشارك سعد في معركة القادسية، قال بعض الصحابة أن سعد لم يشارك، وأن نساؤنا تترمل ونساء سعد لا تترمل، فقام فسعد فكشف عن عاتقه فإذا فيه مرض لا يجعله. طبعا عمر بن الخطاب، الميزة الأخرى في سيرة سعد أنه لما أمر كسرى بأن يقود الجيوش وأمر رستم بالذهاب، فقام سعد عمر بن الخطاب ليذهب ليقود الجيوش، فأشار الصحابة عليه
أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، قال يا أمير المؤمنين أرى أن إن كسرت تفت في عضد المؤمنين كلهم، ولكن انتخب أحدا. قال فأشيروا عليه، فأشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص، وتولى إمارة القادسية. طبعا في قصة سعد في تنظيم معركة القادسية أنه كان حد البصر، وكان هو من أوائل من كان يأمر بتلاوة سورة الأنفال في المعركة، وانتصر مؤمنو المسلمين في هذه المعركة العظيمة التي خلدها التاريخ. ثم انطلقت جيوش المسلمين إلى المدائن وفتحت المدائن، ثم دخل سعد وهو يتلو قول الله عز وجل في سورة الجاثية: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وورثناها قوما آخرين. ثم بكى سعد رضي الله عنه، ثم انتفضت عليه العراق، ثم قام سعد في المعركة المشهورة في قسم معركة جلولاء، وانتصر المسلمون بقيادة سعد. ويقول شاركوا في المعركة، قال لقد نال كل واحد منا 30,000 دينار من الذهب بعد معركة جلولاء. طبعا الجميل في سيرة هذا الصحابي الجليل أنه اعتزل الفتنة، وما حدث بين الصحابة بعد عاد عثمان وعلي ومعاوية، اعتزل الفتنة وتركها كلها وذهب يرعى غنماته وإبله، حتى أن ابنه عمر أتى إليه ورآه سعد مقبلا من قديم، قال نعوذ بالله من هذا القادم. فأتى إليه قال يا سعد إنك مؤهل للخلافة وقد اختارك عمر ورشحك من الستة. قال الكلمة المشهورة، قال إن الله يحب الغني الخفي التقي، هذا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. واعتزل الفتنة، وبعد فترة أتى إليه ابن خاله قال يا سعد إن هذه 100 سيف من الناس يرجون أن تذهب معنا وتكون تقودها، وأنت أولى بهذا الأمر من فلان وفلان، وذكر مجموعة من الصحابة. طبعا سعد اعتزل الفتنة، ثم لما توفي رضي الله عنه وأوتي بنعشه، أوتي بنعشه إلى أم المؤمنين أم سلمة، فبكت عليه، قالت الكلمة، قالت هذا بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالعقيق 55 وله 271 حديث رضي الله عنه. طبعا الميزة في سيرة سعد أنه لما اعتزل الفتنة كان يستطيع أن يكون أمير المؤمنين ولكنه اعتزلها. وعمر بن الخطاب لما طعن قال اجعلوا الخلافة في فلان وفلان وفلان، وذكر الستة منهم سعد، قال وإن لم يكن فيكون وزيرا لمن يكون فيها. أهم ميزة في سيرة سعد ثلاث أو منزلة واحدة، قال سعد بن أبي وقاص أعطى درس لباقي المسلمين في قضية الزهد، ثم زهده في الإمارة شيء واضح ذكرناه تو قبل قليل، لكن أعطى درس للصحابة هو داخل المدائن وتلا الآيات ويعطي درس لجميع الصحابة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون بسيرة هؤلاء الأعلام النبلاء، وأن يوفقنا وإياكم كل خير، صلى الله وسلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أبو محمد، جزاك الله خير. هو أنا أسمع دائم سعيد النطق الصحيح ابن المسيب ولا المسيب؟ لا المسيب، المسيب، لا المسيب، المسيب. الشيخ عبد الله حكمي كنا ندرس معه في الجامعة، أيوة، وقال الكلمة المشهورة، قال سيب الله من سيبني لا تصح عنه، أيوة، فهو المسيب. جزاك الله خير حبيبنا.